إذا كان ابنك أو ابنتك أو كنت تعرف أحداً من أقربائك يمتلك خيالاً واسعاً، يحب تجربة الأشياء الجديدة، ذا وعي يفوق سنين عمره، يمتلك أفكاراً متنوعة، أو يتعامل مع الأرقام والرموز الرياضية بسهولة، فهذا هو ما نبحث عنه في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين. فلتساعدنا على اكتشاف مواهبهم، ونحن سندعمهم بإذن الله على تحقيق طموحاتهم وتنمية مواهبهم ليصبحوا مبدعين مبتكرين متميزين. ولكن كيف؟ أولاً دعونا نتعرف أكثر على المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين. يهدف المشروع إلى دعم ورعاية الموهوبين وبناء مستقبلهم العلمي والعملي بعد التعرف عليهم، والتعرف عليهم يكون وفق منهجية علمية تضمن الاختيار السليم من خلال تطبيق مقاييس علمية مقننة. ويستهدف المشروع طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، وهذه شريحة كبيرة من الطلاب تبلغ نحو 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء المملكة. يعني أول سنة للمشروع عام 2011 1,000,000 طالب وطالبة في المملكة اختبر منهم 27,381 طالب وطالبة، وترشح منهم 6,973. السنوات التالية زاد عدد الطلاب، وبالتالي زاد عدد المرشحين. يعني لدينا عمل مؤسساتي ضخم. لذلك مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وزارة التعليم، المركز الوطني للقياس، تبنوا المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين. ثانياً، كيف تسجل الطالب في المشروع؟ ادخل إلى موقع المؤسسة www.mohiba.org وسجل الطالب من خلال 3 مراحل: تسجيل بالبوابة، تسجيل بالمشروع، وتعبئة استمارة ترشيح الطالب الإلكترونية، ثم التسجيل في قياس www.qias.sa. المشروع الوطني فرصة لاستثمار مواهب أجيالنا القادمة، فلنعمل معاً على اكتشافها.